زار وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي عددا من المرضى والمصابين الذين يخضعون للعلاج حاليا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، وذلك للاطمئنان على حالاتهم الصحية. وأمر وزير الدفاع بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.